وسع الميدان يا بي ولا وسع الميدان وسع الميدان يا بي ولا وسع الميدان والفرحة يا صبيان والعز لك والفرحة يا صبيان بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا مسلمين، والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي أحل لنا النكاح وحرم علينا السباع. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وصلى الله على سيدنا محمد القائل في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الإخوة الأكارم، أبناء عشيرة الزعبي وعشائر خرج الكرام وأنسباءهم وأصدقائهم وأقرباءهم، إن هذه الجاهة الكريمة من عشيرة المؤمن وأنسباءهم وأصدقائهم وجيرانهم أتوا إلى ديوانكم العامر، وذلك لإشهار زواج ابننا سليمان على ابنتكم آيات. فإن مثل هذا المقام لا يخطب فيه العروس مرة ثانية، لأنه يصبح فيه حراما. نشهر هذا الزواج المبارك والذي جميعنا نطلب من الله تعالى أن يكون زواجا مباركا فيه، وأن يعطيهم الذرية الصالحة. وكذلك هذه الجاهة أتت لديوانكم لتعزيز النسب والصداقة والأخوة، ولدينا نسبا سابقا بيننا وبين عشيرة الزعبي، وإن شاء الله متجدد، فنحن إخوة في الإسلام وفي الدين وفي العقيدة. وبارك الله بكم
ولا نقول للزوجين الكريمين إلا بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالجهة الكريمة ضيوفاً ومعازيم وأهالي قرية خرجة وجميع الأحباء والأصدقاء، ونحن نقول بارك الله بهذا الزواج ما دامت مكتوب كتاب كل شيء جاهز. لكني أريد أن أخرج عن المألوف، وهو أن أذكر سيد العجل شوية ما شفتوه شوية أهل العريش، نحن إن شاء الله انشباع على طول ونحترم بعض ونقدر بعض، لكن وصاتي هي العروس ذاتها. الحمد لله فتاة مميزة بعلمها بأخلاقها بدينها بتربيتها، ونبارك للعريش مرة أخرى. المطلوب فقط أو المرجو أن يحافظ عليها، جوهرة من الجوهرات العدة ولكنها متميزة، وهي اسمها فعلا آيات، وهي من الآيات الواضحة جدا. وأطلب فقط أن يكون الزواج مبارك، وأن يجعل ما بينهم الوفاق والاتفاق والحياة السعيدة. الله يجزيك الخير ويبارك فيكم على نية التوفيق البدء. مبارك إن شاء الله للجميع.
I'm